السلام عليكم خوتي المغاربة داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن، عدنا لكم من جديد. مشكل ديال التشويش الإخوان، كنطلبوا منكم أنكم تبارطاجيو باش يوصل هذا الميساج هذا. الإخوان عاونونا ببارطاج، الله يجازيكم بخير. أولا الإخوان بارطاج الله يجازيكم. الموضوع في غاية الخطورة، لأن باش غنقولوا مشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنوات وهو في إطار الإنجاز وإلى آخره، ديال الأسواق في الأخر كيتحول بسرعة فائقة وبالقوة وبالقمع وبالمطاردات والتهديد وغيره ذلك، باش يرجع مشروع تجاري. فرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهادشي إلا كانت الدولة مثلا، ولا كانوا الناس نزهاء وما قادرينش يدويو، أو ولا كانوا العديد مواطئين في الملف هذا، فاحنا ما غاديش نسكتو، لأن جريمة ماشي واقعة في حقنا حنا كمواطن أو كضحايا أو كمقصيين، إنما واقعة في حق الشعب برمه. لأن شو الاسم ديالو كيدير مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذا الإخوان باش نسمو هذه الحلقة هذه، هو كيف قلنا الخطر في الأمر هو أن الكاتب العام البارح يعني في الصباح واجههم في الشارع، استقبل المحتجين في الشارع، مع الليل كيجي كي هو والقوات ديال القمع والقوات والباشا ولا غير ذلك، وكيقمعوا دوك الناس، كيحيدوا الأفرشة ديالهم وكيطاردوهم. وهناك إصابة امرأة، أسفر هذا القمع على إصابة امرأة من بين الضحايا. يعني اللي كنتفاجئوا هو كيفاش الكاتب العام بنفسه كيشرف على هذه العمليه ديال القمع هذا الجهه، وهذا الشيء غنرجعوا ليه ان شاء الله. كيف قلنا هو ان يعني طردوا هاد الناس. والخطر في الامر هو ان في ساعات متاخره من الليل اشنو وقع، وصبحات هذيك الجمعيه ديال جمعيه الجرائم من بين الرئيس ديال الجمعيه عز الدين ادريسي وفاطمه الناجي، هما اللي كيتزعموا المطاردات والقمع والسب والشتم في حق هذه الفئه المقصيه. واليوم ثاني تمت مطاردات وحصار وغير ذلك في حق هاد الناس اللي خرجوا منذ سنه 2012 ينددون من اجل الاستجابه لمطالبهم المشروعه، فمعظمهم تتوفر بتام معايير الاستفاده من محلات تجري باطار الاسواق النموذجيه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. إذا الإخوان كنقولوا هنا، يعني اللي كنتسائلوا حنايا واللي ما غنسكتوش عليه، هو كيفاش كتحولوا مشروع بين عشية وضحاها، يعني أكملتوا بغيتوا تحلوا هاد السواق وحيدتوها. شوف نقطة أخرى، هو أن هاد المشروع ديال المبادرة الوطنية اللي كيتحول تجاري يتحول في آخر لحظات، اللي عليه غتحل هاد الأسواق. تبعوا معايا الإخوان، عليه غيتحلوا الأسواق قسمت غدا أو الاثنين أو إلى غير ذلك، المهم غالبا كيقولوا غدا. اذا هم داروا ما بوسعهم الاعتقالي يعني، وباقي باقا المؤامرات الساريه المفعول من طبيعه الحال. وربما كاينين شي ناس منهم دابا كيتفرجوا معايا دابا، غيكونوا حتى هما متبعين معايا اكثر من الناس اللي متبعه. ربما بغى يخرجوا اليوم من هذا اللايف هذا. انا كنقول لكم بجهدكم اجريوه، حنا ما كنخافوش، ما كنعرفوش شنو هو الخوف من البشر. الخوف من الله، وملي كنقولوا كنخافوا من الله راه ما كنخافوش من البشر، لان حنا كنخافوا من الله. وكيف كنعاود نذكركم بان هناك ادله تثبت تورط العديد من المعنيين بما جرى في هذه الاسواق النموذجيه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذه الاسواق يعني راه تشيدات. شكون اللي ملي كنتكلموا على خروقات مثلا وقع في الاسواق النموذجيه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، علاش قلبوا المخطط؟ لان العامل كيبقى اصلا، العامل كيبقى رئيس اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، باش يتملص من هذه الجرائم ديال بيع المحلات التجاريه وخرق في التصاميم ولا غير ذلك. شوف شو على حيله، على خطه كيديرها، خطه بليده. حيت هذا القرار اللي كيتنفذ دابا ديال هذا التحويل ديال المشروع الى مشروع تجاري، فهو قرار عاملي ديال هذاك العامل اللي مشى محمد علي حبو. وشكون اللي كينفذ فيه دابا؟ كينفذ فيه الاتباع ديالو. اذا هنا كنقول للسيد نبيل الخروبي، راه لا حول ولا قوه الا بالله استاذي، مع كامل الاحترام، علاش لا حول ولا قوه الا بالله؟ يعني ربما راك تشوف شنو واقع،
راك جيتي لقيتي مشردين في الشوارع مخليهم هذاك العامل معتصمين، تصور هو هذا العامل غيتنقل ومخلي معتصمين يعني صوتهم في الاعلام الى اخره، ما كاينش مشكل. وشبع معاه هو في مشروع ديال الاسواق القرب اللي اسس هذاك العالي دير شنو هذاك العامل محمد علي حبوه اللي كيعطيو فيه الناس 24000 في الشهر. يعني تصوروا انسان مبادره وطنيه للتنميه البشريه جات باش تعطيه ولا شي تقلع عليه من جيبه كيخلص 24000 ريال في الشهر. سمعنا ناس باغا تبكي في التصريحات ديالها. هاد المشاريع ما تحطات حتى كانت معتقلين في العشرات ديال المعتقلين بتهم ملفقه من الفراش ديال البرنوسي. اذا اليوم كيف قلنا كيحولوا مشروع ديال هذه الاسواق النموذجيه الى مشاريع تجاريه لطمس الجرائم الواقعه بهذه الاسواق النموذجيه. الخطر في الامر هو ان الكاتب العام كيشرف هو والشيف ديال جي وهاد المسؤولين اللي كيشرفوا على هاد العمليه. اذا كنقولوا للسيد نبيل الخروبي راه كيقول لك الساكت عن الحق شيطان اخرس. حنا ما بغيناكش السيدي تورط في هاد الملفات هذا، ولكن داكشي اللي شفناه البارح واللي تبعناه من البارح اليوم راه في انه في غايه الخطوره. يعني هاد الناس خرجوا لها طاي طاي بعد مجموعه من الجرائم. مثلا الا تكلمت على راسي انا راه انا مستفيد، عطيت 2.5 مليون هاد الناس ما بغاوش يعطوني الحانوت ديالي، الحانوت ديالي باعوه في الواجهه. كنقول بان هاد رئيس الجمعيه تعدى عليا كيف تبعته مؤخرا، واحد جوج ديال من العصابه ديالو بالليل هاد صدرو الصباح ب 70 30 واحد شي هدف فيا. وفي هذيك اللحظه اللي 70 30 واحد اول حاجه غيبداو معايا بها قدام الكوميسارية كنعاود نجدد كنقول لكم بان امينه المال البارح تعدى عليا راجلها. تصوروا معايا كيفاش غتكون الجمعيه الرئيس هو الزوج وامينه المال هي الزوجه. القسامه بيناتهم راه موضوع واضح وضوح الشمس. الصباح كتعدى علي امام ضابط الشرطه امام الدائره الثانيه، تعدات عليا وكيقول لك هرسي الدروج، انا عندي ما يفيد في الموضوع. وهذا راه حنا كباقي نظرا كنتظروا استكمال ديك الاجتماعات، لكن شهود خصهم يتصنتوا ليها وكاين حوايج اخرى خصها تتحط في المحضر ويديروا لنا تقديم مع هاد الناس هادو. اذا الاخوان يعني شوفوا الجرائم كي دايره. وكان ثاني سرقه ديال الهاتف على المباشر اللي كانت ديال التغطيه ديال المقصين من طرف يعني، وهذا الهاتف اللي تسرق على المباشر فهو امام السلطات المحليه امام رجال الامن. عاوتاني كنشوفوا كلاب تحطات في الشارع ولا حابسين بها الطريق والامن الخاص وفيها السلطات المحليه يعني حابسين الطريق على عباد الله، تريطوار حابسين على عباد الله. يعني كنقولوا هنا بان هذه جرائم ترتكبات بتواطؤ مجموعه من المسؤولين. وكيف قلنا ملي كنقولوا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه فالعامل قانونيا فهو رئيس اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وثاني واحد كيتحمل هذه المسؤوليه هو السيد احمد بريجه رئيس مقاطعه سيدي مؤمن السابق بصفته رئيس اللجنه المحليه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. اليوم قال لك خويا ما بقاش هاد المشاريع في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وتحولات المشاريع التجاريه، يعني المشاريع التجاريه هي كنبيعوا يا صافي راه هما كيبيعوا راه كيبيعوا ملي كانت المبادره الوطنيه. الخطر في الامر كيف قلنا هما انهم حيدوا الشعار ديال المبادره الوطنيه وحيدوا حتى التصويره ديال الملك. عرفت كنقولوا التصويره ديال الملك عباد الله شعملنا تقريبا نقول منذ بدايه المشروع تقريبا وهي فوق السوق كيشفروا تحت منها كيبيعوا وشروا في الحوانات خرق في التصاميم. ايوا دابا حيدوا حتى التصويره ديال الملك وقال لك هذا مشروع تجاري. حنا كنتسائلوا هنا شكون المعني شكون المسؤول شكون العقل المدبر لهادشي كامل اللي كيوقع. خلي محمد علي حبوه انه مخطط ديالو، وشكون اللي ورا محمد علي حبوه اللي خلاه يحيد كتاب التنقيل ديالو الى مدينه بركان ويستمر تنفيذ مخططه الذي هو الذي جاء لي يعني اش غنقول لكم جاء للتفقير للتهميش لي انا شكون هما هنا اللي مستافدين في هاد الاسواق وخصوصا السوق ديال جمعيه السلامه. كنص عليه كنسطر عليه وكنقول لكم ماشي جمعيه ديال السلامه انما جمعيه ديال الجرائم استافد منه الميسورين والاداريين والناس اللي ماشي من حقها. هذا هو الناس اللي ماشي من حقها وكاين اللي عنده مجموعه ديال المحلات التجاريه تما هادشي كامل غنرجعوا ليه بالحرف. هذا هو علاش قلبوا المشروع ردوه تجاري، بغاو يقولوا لنا بان هذاك راه مشروع تجاري وهذاك الشعار ديال المبادره الوطنيه والوثائق اللي عندنا والوثائق اللي عندكم وهاد الارض اللي عطاتكم المبادره الوطنيه. واش المبادره الوطنيه سكتات حتى لهاد الدرجه عطيكم ارض وميناح ولا غير ذلك؟ واش ما كاينش اللي غيحاسب هاد المسؤولين؟ واش هذاك الشيء اللي غننشروا واحد القضيه اخرى؟ هذه رساله كنوجهوها للنيابه العامه والوزارة العدل من هاد المنبر هذا
كنقول لكم بان هذاك الشيء اللي غيتنشر قدام الراي العام وما كيتبعوا معنا، بلا ما تقول لي ما عندكش ترخيص او لا ما عندكش ترخيص انك تسجل او لا ما عندكش ترخيص باش دير هذه المسائل، كنقول لكم بان للضروره احكام. وزيدون انا جي با كونفيونس با يعني غنمشي عندك غنطلب منك ترخيص، شكون اللي كيضمن لي انا غنطلب منك ترخيص وغنمشي نسجل هذاك السيد؟ شكون اللي كيضمن لي؟ وحنا كندير كنقدموا لكم واحد الشكايات كندورو كنلقاو خرجات الزربه وصلت عندهم، ولو كيطلعوا على المآلات ديال الشكايات باقا ما في صدد التحقيق فيها على غير ذلك. المهم يعني هنا كنقولوا على السماكين، وملي كنتكلموا الاخوان على سيدي مومن وكنتكلموا على كريان طوما، فكريان طوما هو الحي الصفيح الذي خرج منه انتحاري والدار البيضاء، جاء من اجله مشروع اسك اللائق وعموم الشعب المغربي، عموم قاطنين دور صفيح، جاءت المبادره الوطنيه من اجل هذا الحي الصفيحي. من استفاد من مشروع السكن اللائق؟ استفادوا بالفعل، كاين الناس اللي استفادوا، استفادوا ناس، كاين ناس ماشي من حقها. وغنذكر لكم جوج الاسماء كنعاود نجددهم، اللي هو محمد حسني وعبد الواحد حسني، الشقيقين الغير قاطنين بكريان طوما. ما غنقولوش غير قاطنين، كنوضح انهم كانوا ساكنين، خرجوا من كريان طوما، سهل عليهم الله، بدلوا لاكارطات، شراوا ديور الى غير ذلك، باعوا الديور، خدموا عصابه كيجيبوا ناس ماشي من حقها كيدير الى اخره التفاصيل. المهم استفدوا، عطاهم العامل السابق، شوفوا الاخوان ها انتم دليل اخر، عطاهم بقعه راقيه فين خارج. انا كنعاود نذكر العامل، الا كنتي هذه البقعه اللي كنهضر عليها دابا ديرها لي في المحضر، انا كنعاود نذكرك هنا على المباشر، وكنتحمل المسؤوليه ديالي في الكلام ديالي، كندوش من فراغ انا. هذوك الناس اللي عطيتهم ديك البقعه، اول شيء الدليل الاول اللي كنوضحوا الناس اللي كيشاهدوا معنا، ما عطاهمش بقعه بعين المكان، يعني فين استفدوا الناس ديال كريان طوما، عطاهم بقعه خارج على عين المكان بقرب من اقامه الجوهره، يعني وهاد البلاصه اللي عطاهم في هاد البقعه فهو مشروع ديال قاطنين كريان رحامله. اذا غنتكلموا على كريان رحامله اشنو وقع. المشروع ديال كريان رحامله، هاد البقعه اللي عطاهم قلنا في الارض ديال كريان رحامله، ما عطاش لهم في كريان طوما، علاش؟ باش ما يتفضحش وما يتفضحوش مع المسؤولين، ان الناس راه اولا ماشي من حقهم، ثانيا كيف قلنا عطاهم بقعه خارج عين المكان، ثالثا هو ان هذيك الارض بالضبط اللي تعطات فيها هذه البقعه لهاد جوج الشقيقين ديال الناس ديال كريان رحامنا تباعت بالعلالي، في الحين ان وبالدليل ثاني عندنا كريان رحامنا صبحوا فيه تقريبا شي 6 الكريانات عباد الله، اذا 6 الكريانات تقريبا، والله نزلوا معنا الارض الواقع شوفوا الشيء اللي كنقولوا واش كذوب، 6 الكريانات اذا باعوا الارض، والكريانات ثاني يعني اللي في الارض ديالهم واللي في السماء عندهم فيها النص. وعاده باش نقول لكم بانني وقفت عمليه البيع البري كود زوار البطاقات بكريان طوما، وهذا الشيء مر على القناه ميدي ان تي في والقناه الثانيه دوزام والجرائد الوطنيه، ودخل الى القضاء دون موجب الى غير ذلك بالادله القاطعه. اذا كاين تنامي ديال البناء العشوائي في مشروع السكن اللائق، وملي كنقولوا هذا المشروع ديال السكن اللائق فكنتكلموا على مشروع ملكي، جاء القضاء على دور الصفيح، هاد الناس تحدوا الملك، داروا تنامي ديال البناء العشوائي خصوصا في الحملات الانتخابيه، ينتشر البناء العشوائي كما يعلم جميع المغاربه، يعني تحدوا الملك، تحدوا المغاربه بهذا المفهوم. اليوم الاخوان حولوا هذا المشروع كيف قلت لكم ديال المبادره الوطنيه، حولوه لمشروع تجاري باش يطمسوا الجرائم ديالهم. اذا كنقولوا لكم المسؤولين والله ما مفاكين معاكم، وغنعطيكم نقطه اخرى راسي انت كتبلاني وليها، هما الكرايه ديال بلوك واحد والزنقه واحد وجوج ثلاثه، في حين ان مشروع دور الصفيح انقضى على الدور الصفيح خصوصا بجهه الدار البيضاء او الشطر الاول مثلا، الشطر الاول ما فيش شقق، اش دايرين لنا دابا؟ مثلا اللي تكلمنا على البلوك واحد في السكن انا، حولوا حوالي 172 مكتاري، وقفوا المشروع، وقفوا الترحيل ديال هاد المكتارين، ملي وقفوا الترحيل ديال هاد المكتارين بقينا كنعانيو الى حد الساعه، حولوا واحد معظم سكان كريان طوما الى بقع بعين المكان، باستثناء هذوك الشقيقين هما اللي محاولين في العين المكان داو بلاصه اخرى باش حنا ما نتبعوش معاهم وحنا هذه الى اخره، وحنا كنقول لكم حنا جايين اي حاجه كنتكلموا عليها بالدليل. المهم علاش ما بغوش يحولونا؟ كيبيعوا لنا في البقع ديالنا بالعلالي، كيتباعوا البقع بهذا المفهوم، كاين شوكات تفاصيل كل شيء خدام في كريان طوما ومنذ بدايه الهدم ديال معظم البلالي البلوكات بكريان طوما. اذا قلنا بغاو هاد علاش وقفوا العمليه ديال المكتارين، وباقي الزنقه واحد وجوج ثلاثه اللي عندهم منازل الا بالسقوط، واللي في الليل يعيشون الضيق بحيث في الليل يناموا البعض وينتظروا الاخر لسوء الضيق، يعني كاين جوج اسر ثلاثه اسر كيعيشوا في جوج كتر جوج متر كاري او 3 متر
كاري كتعيش في جوج الاسر يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله تحت منازل اهلها للسقوط، في حين انه المشروع هذا المشروع ديال السكن الشطر الاول ما فيش شقق. هاد الناس علاش دابا مخلينا حتى لهذا الوقت هذه؟ ونزيدكم حاجه اخرى، هو كيف قال رئيس مقاطعه سيدي مومن السابق اللي واجهته على قناه شوف تي في البلاطو ديالهم وكان هو السبب ديال الاعتقال ديالي ديال المخدر في الاقراص اللي جبدها الامن من جيبو ودوه للسجن، هو هذا اللقاء هذه المواجهه ديالي ديال احمد بريجه اشنو قال؟ كيقول بان ما بقاش شي براكه في كريان طوما، وكيف كتشوفوا معنا حنا باللي لايف وكذا كنقول لكم الا قلتي حتى في 2013 انا حنقول في 2015 حنا كنقول لك سيدي في 2018 جيو شوفوا هذوك براك واش فيلات اولا براك، هذه من جهه وشوفوا واش باقيين عايشين في براك ولا لا، واش قصوره حنا فاش عايشين. اذا الاخوان كيف قلنا هادو يعني دابا اش كيديروا؟ كيف قلنا كيبيعوا في البقاع يقول لك الواجهه ديال العمران الى غير ذلك غيجيو عندنا في الاخير غنعطيكم شقق، مع العلم ان 172 المختارين تحولات البقاع هذا بحال هذه المختارين وبعض المختارين ثاني بقاع، يعني الناس بغاو يبيعوا لنا البقاع ديالنا فوق دورنا. المشروع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بين عشيه وضحاها بالقمع والقوه واستعمادا عن سلطتهم ونفوذهم الترابي يصبح مشروع تجاري، كيتحيدوا البانوات كتحيد الصور ديال الملك، اللهم ان هذا منكر، واي واحد في هذه البلاد ساكت على هذا الشيء هذا كنقولوا لك اللي ساكت على هذا الشيء ما غاديش يدوز كما تتوقعون، فهناك جنود الخفاء ولون حيدتوني ولون تقتلوني ولون ديروا اي حاجه اللي غادي يفرقعوا معكم هذا الرمانه وغتوضح الصوره للمغاربه، واكيد اكيد اكيد لان انا ماشي عادل البداحي اللي جيتو ديتو لي ادله من ظهره وتمسوا الحقيقه وهذه ما عندوش ومراد كرطومي ما نخليكمش توصلوا للمرحله هذه، فهناك ادله في ايادي امنه اذكركم، وهذه الادله ما غاديش تعرفوش شحال فيها شنو فيها شكون اللي كاين فيها، انتظروا بيناتنا الايام والراي العام والمغاربه كيف وعدناهم في هذا الشيء اللي كنقولوا يعني كيف قلنا لكم حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا. جهه اخرى كيف قلت لكم كنوجه الرساله ديال وزاره العدل باش ما تقولش لي انا ما عندكش ترخيص ديال هذا التسجيل او ديال هذا الفيديو او ديال هذه الوثيقه، يا سيدي كنقول لك انا ملي غنبدا ننشر في هذا الشيء هذا خويا طلع وخذ المعنيين المعنيين بالامر بعين الاعتبار، نبداو معكم من صفر حنا تيقين في روسنا، انتم اللي ما تيقينش في روسكم، علاش ما تيقينش في روسكم؟ لانكم قيد كهرج الزاج ديال الملحقه وكدونا السجن يوم 15/8/2012 نهار 24/4/2015 امن كيدخل عليا الدار كيتعدى عليا كيجبد الفايده وحشي من جيبو كدوا لي السجن ظلما وعدوانا، شهرين السجن موقوف على التنفيذ ب 500 درهم، شهر سجن موقوف على التنفيذ ب 500 درهم، المهم تسموم قمع شي كامل عندنا عادي. المهم اللي بغيت نقول لكم الاخوان هو واحد رجعوا لواحد 45 يوم ديال الاضراب عن الطعام اللي تقدمت فيها واحد جوج طلبه المقابله للعامل السابق الذي يعتبر عدو الفقراء دون موجب، الشكايه مفصله الى السيد والجهة الدار البيضاء بدون موجب. هذا الاخير كاينه الشكايات دابا كاينه الشكايه ديالي والشكايه ديال الام ديالي حتى هي اللي تقصات من محل تجاري بسوق جمعيه المصير، كاينه الشكايات دابا اللي كاين في العماله كنتظروا من السيد العامل انه يخدم معنا القانون، لان حنا كنقول لك مره اخرى ما بيننا وبينك والو، كنتمنى ما نطيحوش معاك شي حاجه لان هادشي اللي كيتم اللي غادي هاد الايامات ما مخرجناش كاملين بهذا المفهوم هذا، لان تنفيذ المخطط ديال العامل السابق وخير دليل هو تنفيذ قرار العامل السابق في تحويل مشروع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الى مشاريع تجاريه بعد مجموعه من الخروقات، بعد استفاده الناس ميسورين، بعد استفاده الذهبيه اداريين، كنعاود نسطر خرق في التصاميم، واخ خير ما يدل على ذلك هو ذاك الدروج اللي حطاته جمعيه السلامه، دروج عشوائي ما عندوش حتى البيبان عباد الله، والله العظيم الا اقسم بالله الى شحال من مره كنخرج شي واحد هو شي واحد تما كنلقاهم خشيين وفي الظل مكان مظلم يعني يسبب مشاكل ديال الكريساج للمواطنين، يعني هنا جريمه وهو عشوائي يعني غير مهيكل محطوط عشوائي. اذا الاخوان كيف قلنا كنرجعوا للقمع اللي تعرضوا ليه دوك الناس والذي اسفر عن اصابه امراه، كنرجعوا للحصار اللي تعرضوا ليه دوك الناس اللي مقصيين كيف قلنا من 2012 وما كينضوا دون موجب، اشنو هو الحل الاخير؟ التصعيد الاخير تصعيد من طرف السلطات المحليه يعني بمناسبه عمليه الافتتاح التي سريت المفعول بطريقه غير مباشره الى حين التنفيذ المباشر، يعني هناك يقول لك هما كيقولوا جهدكم بجري وحنا غادي نشوهوكم، عارفينكم انتم تقدروا تعتقلوني ثاني تقدروا تقتلوني ديروا اي حاجه، ولكن رب ربي اللي خلق الدنيا والدين ها
راه ما غاديش يمر هادشي كيف كتوقعوا نتوما، العكس غيكون صحيح. ماشي مشكل تعتقلوا، حنا تعتقلنا شحال من مره، يا قايده سيدي يا رجاج مشينا دوزنا الحبس، ياك امن كيجبد المقدس والاقراص حنا كنمشيو ندوزو الحبس، فين كاين المشكل؟ ما عنديش مشكل، المشكل عندكم نتوما لان نوبتكم هادي، المره نوبتكم، نوبتكم وعقل ورانا كنهضر لك نقول لكم كنتحمل المسؤوليه ديالي وهالراي العام كيشهد، وحنا جايين نسطروا معكم على جميع النقاط على الحروف، كيف قلنا حولوا المشروع من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الى مشروع تجاري. غادي يحولوا حتى المشروع ديال السكن الى من بقع الى شقق، عقلوا معايا شي كامل غادي يوقع. علاش؟ لان حنا اليوم ماشي امام مسؤولين، وانما امام تنظيم يستهدفنا يعني ظلما وعدوانا، وكيقولوا حنا مواطنين مغاربه، ولكن هاد الناس اللي كيرتكبوا في حقنا هادشي كنتسائلوا واش مغاربه ولا غير البطاقه والوظيفه، كنتسائلوا لان هنا هذا تحدي للتعليمات الملكيه، تحدي للملك. كنقول تصاوروا كي تصورتوا كتنزل من فوق سوق ديال الجمعيه ديال الجرائم، كنقولوا مشروع كيتقلب، كنقولوا يعني صافي سالينا انتهى الكلام. اذا كنقول لكم حتى واش في الراي، واش كتعتقدوا اننا غير ذاوين؟ كاين ولا راه شارنا لكم بعض الحوايج، شارنا لكم بعض الكارطات اللي مزورين باقي غنشروا لكم، شارنا لكم واحد التسجيل ديال داك شاهد الزور اللي اعترف، ومازال داكشي كامل. كيف قلت لكم كنعاود نذكركم كيف قال الاخ عبد العالي برايك الله يشافيه ويشافي الاخ فيصل وجميع المرضى المسلمين، اللي قال غير سارحينكم. بالفعل حنا غير سارحينكم وكنسخفوا فيكم واحد واحد، تتسخفوا على خاطركم، خدمتوا القمع، هبطوا التصاور ديال الملك، هبطوا الشعار ديال المبادره الوطنيه من فوق هاد الاسواق، قلتوا رديتوها تجاريه، ما بغيتوش تحاولونا، ما بقات تبركه، ديتونا للحبس، ما خليتو، وكلتونا السم، ما خليتو، ما درتو. واش غيرتوا شي حاجه؟ ما غيرتوا والو، كدوروا بلاصتكم، كدوروا بلاصتكم. وقانون بالنسبه للاخوه اللي متبعين معنا، حنا عارفين ما يجري، اللي فراس داكشي اللي فراسكم نتوما اللي كتعرفوه نتوما، حنا كنعرفوه صافي. راه الناس راه هبطت من اعالي الجبال تندد بما يجري في المغرب، صافي الصوره راه وضحت. اما كتهضر معايا انا شبعان تجارب، شبعان قرايه، شبعان يعني صافي، هذاك تعمقت وسط الحقيقه ديالكم. يعني اش بقى دابا؟ بقى نكشف عليكم المستور، نكشف عليكم في اقرب وقت ان شاء الله. انا مع المناسبه تبدا من عندكم، عمرها تجي من عندكم. هل المغاربه تبعوا معايا المغاربه مزيان، كنقول لهاد الناس غتجي من عندهم ماشي من عندي انا. علاش قاني لكم في خديجه ونقاني لكم وقربت وقيتكم؟ لان صافي بلغ السيل والزوبه، ما خليتو مشروع السكن، ما خليتو اسواق نموذجيه، ما خليتو ناس ديتو الحبس ظلما وعدوانا. اذا اليوم كان الا باقي شي مسؤول نزيه وبغى يخدم مرحبا به، بغى يفتح تحقيق سيدي، سير شوف دوك الشكايات اللي قدموا دوك الناس المقصيين وجي شوف هاد الناس علاش عاطيهم 2 مليون ونص، واخدين 2 مليون ونص بيعين الحانوت واو. كاين ما كاين حوايج اخرى تثبت خطير على هادشي هذا، ولا احد يحرك ساكنا. 45 يوم ديال الاضراب عن الطعام والاعتصام امام عماله البرنوسي، كان المقابل هو تلفيق تهمه، شهر سجن موقوف تنفيذ و500 درهم يعني، وسبعة لوبيلونسات اللي هزونا الاخوان كيف تبعوا معنا. بالنسبه للناس اللي تبعوا معنا يعني مت وحيت بهذا المفهوم، لا دوك الوليدات اللي باقيين صغار، وكنقول لكم بان الثمن ديال دوك الوليدات راه مادام كتهزونا من فوق منهم وكدونا الحبس ظلما وعدوانا، حتى انا راني بشر كنحس، حتى انا بشر كنحس، كتهزني فوق الوليدات وكديني السجن ظلما وعدوانا. شي ما غير جامعوا لكم، ما غندوزوش لكم الحبس، دوزناه وتدونا حتى دابا مرحبا، اي حاجه بغيتوها مرحبا. والاخوه راه كاين شي حوايج اللي ما نقدرش نكشف عليهم دابا، جي وقيتهم تما غنكشفوا عليهم كاع مؤخرا. وكاين كاينه مؤامره، كنعاود نذكركم بان كاينه مؤامره منظمه كتجري حاليا باش يحيدوني، وربي كبير. ولكن كيف قلت لكم كنوعدكم بان الثمن غيكون غالي، لان صافي بلغ السيل الزوبه وضاحت الصوره كيف كيعرفوا المغاربه، هبطتوا الناس كيف قلنا من اعالي الجبال، هبطتوا يعني صافي كلشي عاق بكم بهذا المفهوم هذا. ما كايناش مسؤوليه، ما كاينش ضمير، ما كاينش انسانيه، ما كايناش، ما كتستحضروا امامكم حتى شي حاجه. يعني ثم ارسونا تستغلوا سلطتكم ونفوذكم الترابي في تخريب المصالح العامه من اجل مصالحكم الشخصيه. ويعني كنقولوا لكل ظالم نهايه. اليوم الاخوان كنتكلموا على معركه بين الحق والباطل، اذا من باب المستحيل انه غادي ينتصر الباطل على الحق.
هذه مسألة لا نقاش فيها، لأن الله عز وجل كيشوف هاد الناس راهم طغاو علينا الإخوان، وراهم كانونا، وراه في أحداث ديال 16 ماي راه كتسمعوا غير الحي الصفيح الذي خرجوا منه انتحاري والدار البيضاء، راه اللهم إن هذا منكر، راه كانونا هاد الناس بهذا المفهوم هذا، راه ما خلاو ما مارسوا علينا، راه دابا كنهضر معاكم هما راه كيدبروا دابا راه هما كيتبعوا معانا وكيوجدوا اش غيديروا. أنا كنقول لكم الناس اللي غياخذوا هاد الناس اللي غيديروا التفريغ لهذا اللايف هذا، اسمع شريف اللي غدير تفريغ لهذا اللايف وغتحطوا ليا حتى هو كتهمه ولا اخره، سير شريف انا كنقول لك هذا الكلام اللي كنقوله كامل كنتحمل فيه المسؤوليه، ونتحداك تكون راجل نزيه وتعود معايا التحقيق في هادشي اللي كنقول، نتحداك شي تشد دير لي تفريغ مالك تشهر بالمسؤولين و و هاد الجرائم اللي كنهضر عليها الا كانت داخليه كتهضر على شي حاجه ديال سوريا ولا ديال سميتو، هادشي راه ماشي في سوريا راه في المغرب، في المغرب تحداو مالك، في المغرب تحداو مواطنين تحداو الشعب، اذا شكون ما عرفش ما فهمتش. انا بعدا بعمل اخبار روسي راه قررت نقول شي كلمه اللي لا اله الا الله، قدر تتابعوني على قررت نقول لكم شي كلمه اللي مزيان، وانا عارفكم كتسناوني نقول شي كلمه والاخر. المهم هاد الخطط ديالكم كامله راكم كدوروا بلايصكم، وكيف قلت لكم بغيت عاود دخلوا تقتحموا الدار سيرو اقتحموا الزوج، بغيت نتهزوا جهتكم وجريو صافي، عينا شبعنا سجون اضرابات عن الطعام، خوتي المغاربه من خيرة ابناء هذا الوطن في السجون، اذا انا لا اعتبر نفسي شيء امام ما اجري في حق باقي المغاربه، ويلي سكت على هادشي اللي كندوي عليه انا غادي يعني انا راني سكت على دوك المعتقلين السياسيين وما يطالبوا به باقي الشعب المغربي من مطالب اجتماعيه، وغنكون في موقف غنكون في مكان الخيانه لابناء هذا الوطن الجريح، اذا على عاتقنا وباستمرار رغم القمع رغم الترهيب رغم شتى رغم السجون رغم معركتنا الى الامام حتى اسقاط الفساد والاستبداد، وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، راه كل واحد فينا هنا كيتحمل المسؤوليه سواء مواطن سواء المسؤول سواء كل شيء كيتحمل المسؤوليه ديالو، راه ملي كنقولوا جريمه وقعت في حق مواطن راه صافي راه سالينا، وانت الشعب عينك كتسكت اش غتقول الله، ملي كنقول بان تعرف بان كاين خروقات وساكت وكتقول لي عندي حقي حقك داو باعو ودوي على حقك اخويا ماشي وقول لي كتحرض، راه واقع هو اللي وقع لكم دابا لدرجه تولات كتنزل وزراء وزراء ولاو ما بقاتش عندهم قيمه عباد الله، كيف شفنا بسيمه الحقاوي الوزيره ديال كتقول 20 درهم مسكينه، كيف شفتوا معايا يعني ولاو ما بقاش عندهم مكانه امام المواطنين، علاش علاش؟ لان كاين خروقات كاين فساد كاين تجاوزات كاين قمع كاين اعتقالات تعسفيه، السجون بدل ان تكون للمجرمين اصبحت لمعظم المظلومين، هادشي راه واقع، انا ما نجيبش حاجه من السما وما عنديش شي حاجه غنخاف عليها وما عنديش شي حاجه غنسكت عليها، كنعرف الله 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 هذاك الله اللي ما بغيتوش اللي باقي ما امنتوش انكم غتوصلوا عنده وغتلقاو العقاب ديالكم عند الله، هذاك هو اللي كنامن به انا هو اللي كنخاف منه، انا ما تخلعونيش شنو جربتوا معايا بزاف الوسائل اش غيرتوا ما غيرتي والو، اذا كنرجع كنقول لكم جرائم في مشروع السكلاق، جرائم في مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت صور الملك، وتواطؤ وتنظيم من طرف ممثلو الملك، وسيروا شدوا ثاني هذا الفيديو الاخر اجمعوا، رانا عارفكم كتجمعوا كتحطوا وقلت لكم ونتحدى المخير فيكم، المخير فيكم اللي تيقول انا مسؤول نزيه نتحداه ينزل معايا بمنطق حضاري وبمنطق قانوني يتعامل معايا في اطار القانون، مرحبا حاكم هذوك الناس اللي غنعطيك عليهم ادله وداك الشيء اللي نشارج وداك الشيء اللي كاين عندكم في المحاكم، وحاكم لي اخويا دير لي تشير ولا دير لي شي حاجه، اما باش غتجي ثاني لا تنوض لي واحد يحط لي سيرتيفيكا مزوره او غدير لي تهم ديال التشهير ولا هادشي، راه ما هادشي صافر ولا عادي المغاربه ولاو كيعرفوا، شوفوا شي حاجه اخرى جديده ديروها، شوفوا شي حاجه اخرى جديده ديروها، مثلا بحال هذاك الوزير اللي كيقول وزير مسكين كيقول لك العلاقه الشرعيه العلاقه الغير شرعيه في اطار السريه مباحه، بحال اللي كيقول لك ثاني ما خص الدراري يبقاو يصليو الجمعه ولا اخره، هذه مباحه عندهم يعني، راه صافي رساله راه صافي راه وضحت الصوره، لا صافي كافا اش غتجي تقول لي انا كنشهر بكم ما كنشهرش بكم، انا خوش لا انا كنتحداكم عندي ادله، لا ما داوش من الفراغ داوش من الفراغ، ما عارفين هما عارفين وكنسخف فيكم منذ سنين الى حد الساعه، اذا كنظن ان الرساله ديالي وصلت. المهم الاخوان اللي اخر كلمه غنقول لكم اي اعتقال تعرضت ليه انا كنعاود نقول لكم دابا بان راه عندي ادله ما كنتكلمش من فراغ، اذا اي اعتقال سيكون اعتقالا ضارما كالعاده كباقي
كسابقاته لا غير، وغنتحداهم من بعد داك الاعتقال غيكون تحدي واضح. حيت لي فراس الجمل فراس الجماله اخوان، راه عندي وليدات عندي مسؤوليه، هاد الناس راه عندي سكن، راه كيقولوا ما بقى حتى بالراكه، هاد عندي حانوت راه المشروع ردوه تجاري، يعني راه هنا تنظيم. كتقولوا لي كتتهم المسؤولين بالعصابات، اذا شكون هادو اللي دايرين هاد الجرائم؟ هادو اللي تحداو الملك، ايه تحداو الملك، حيت ملي حيتو التصاور ديال الملك فوق المشاريع صافي راه انتهى الكلام، وملي حيتو الشعار ديال المبادره الوطنيه وحولتوه سميتو راه انتهى الكلام، وملي قمعتو عباد الله مقدمه لكم مجموعه من الشكايات راه انتهى الكلام. اذا اش غنوصفوكم هنا؟ ملائكه مسؤولين؟ شكون نتوما؟ انا اللي كيبان لي مثلا واللي غيبان المغاربه مخيل راه غير التصريح هذا اللي كنقول ده، هو انه انقلاب هذا سيري تقوموا به بالطريقه والطرق ديالكم، كل واحد راه كينغوز من بلاصتو الى اخره، ولكن اكيد انكم غادي تلقاو الشعب هو اللي غيواجهكم، حيت الشعب واجه الاستعمار طرد الاستعمار وراه هو اللي غادي يواجهكم، وما كاينش واحد غينتصر على الشعب، الشعب صاحب حق، وما بني على باطل فهو باطل، انتهى الكلام. اذا هذه رساله ديالي لجميع المغاربه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، ولجميع الغيورين على هذا الوطن. اخوان راني في واحد المكان يعني مزور اش نقول لكم، حتى هو عباره عن عزله، راه بزز باش لقينا الريزون بدلنا لاكارت الى غير ذلك باش نوصل لكم هذه الرساله هذه. يعني كنحي كن هذه الرساله ديال كيف كنقول كنوجهوا لجميع المغاربه الاحرار، ملي كنوجهوا الوجه ديال التصريح ديالنا كامل نقول لهم شكون هما المسؤولين. اخوان انا راه ما كاينش تما، راه كون كنت تما في هذه الواقعه اللي وقعت ديال المطاردات الغيوضيه ولا اخره غيديوني للحبس عادي، التهم موجوده جاهزه كتسنى، خصك غير طيح في يدينا. انا حيت لكم من تما سيدي، انا ما كاينش، يلاه بقاو منكم المقصيين، انا منكم المقصيين غير كنضامن معاهم، انتم عارفين القضيه كنضامن معاهم، لان علاش معظمهم عند النسبه كبيره فيهم عندها حق. وكنذكر الناس بان الافتتاح ديال الاسواق النموذجيه سيكون مقابله هدم سوق خلاتة وطرد البيع المتجولين الاخرين اللي باقي ما خرجوش كاع الشارع، يعني هنا راه مهزله. والبارح كتسمعوا في كلام ساقط كيسمعوه الناس اللي معتصبين من الطرف المعنيين بالامر، يعني هنا صافي رانا انتهى الكلام. واش هاد جمعيه السلام الرئيس ديالها تعدى عليا ريبو الدروج جاني بالليل، مرتو كتعدى لي امام ضابط شرطه، البارح كتذكر كيتراسوا هاد كيتراسوا هاد الهجوم اللي كان من طرف السلطات القبليه. اذا هنا بغينا نعرفوا شكون اللي عنده السلطه، واش جمعيه السلام ولا نتوما ولا صافي كلشي عارك صافي وضحيتو وصلتوا للفينال. جمعيه السلام انا اللي كنعرف عليها هي الرئيس ديالها، كيقول خويا حنا غادي للحبس، شحال هذا كيقول حنا غادي للحبس، اذا دابا تحبيتوا وليتوا خوت ماشي مشكل. رئيس جمعية السلام راك سمعتوا شنو قال لكم في واحد التصريح، بأنكم طلبتوا منو 60 حانوت باش تحلوا ليه المشروع ديالو، صافي كلشي واضح. وحنا جايين حتى عندكم كونوا هانين، غتكون صدمة صدمة، علاش كنغوت بحال الموكا؟ وديتوني الحبس زدتوني فوق الهد، ديتوني الحبس شحال مرة، تعديتو عليا شحال مرة، كربصوني شحال مرة، خليت ولادي بالجوع، ولاش كنغوت بحال الموكا؟ ماشي أنا جاي باش ننتقم منكم، لا ما نقدرش نفوراه، اتكلم عن جدارة واستحقاق واتكلم بما يثبت. الا كنتو كتقولوا الادله سيادة القانون كنتكلم معكم بالادله لا غير. اذا كنظن ان الرساله ديالي وصلت، تحيه لجميع المغاربه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، وتحيه لكل المعتقلين السياسيين والحريه لكافه المعتقلين السياسيين وبما فيهم مناضل حركه 20 فبراير الدار البيضاء عادل البداحي ومراد الكرطومي والحرية الطارق مهم اللي مضرب عن الطعام دابا اليوم 8 يوم ومع 90 على حسب ربما راه كاين السطاشي ديالو تما حنا الخبر ديالو، حتى هو كنطلبوا بالحرية ديالو، لأن علاش كيف قلت لكم طارق مهم أنا ما ندخلش معكم في شي حاجة أخرى، أنا كنقول لك غير هذيك التهم اللي حطيتي ليه لا أساس لها من الصحة، إذا بغيت تحيدوا ربك 4 سنين فهو حكم قاسي فهو حكم ظالم فهو بزاف الحوايج.
وتحية والحرية للمعتقلين حراك الريف بما فيهم ناصر الزفزافي، وحتى والمهداوي اللي هو أصبح من حراك الريف توما. وتحية لعائلة المعتقلين السياسيين والناس في أعالي الجبال، وتحية لكل المغاربة اللي عندهم غيرة على هذه البلاد هذه. وما العصابات والشفارة، فنحن كنقول لكم من هذا المنبر أننا قادمون. انا كنهضر بأدلة، كاين الناس كتهضر ميدانيا، كاين الناس كتهضر اعلاميا، يعني هنا كيبان لكم بان حنا شعب متلائم، حنا جايين وما غنسمحوش في ما غنسمحوش في الشيء اللي كديروا فيه. سيكون له نهاية، لان كيف يقول الله لكل ظالم نهاية. ده اليوم نهاية نهايتكم على الابواب. راه كنتبعوا من اقالات واعفاءات والى غير ذلك. مازال أزال إنه أخطبوط ديال الفساد. إذا إخوان، كنحييكم كامل الإخوة اللي تبعوا معنا هذا اللايف هذا، وتحية لجميع المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. السلام عليكم.